كنا ايه في الاكسترا سيلولار ديبوزيشنز، وكنا بنتكلم عن الايونز. ماشي، وكنا كتبنا كده شويه حاجات على جنب اللي هي البيزكس بتاعت الايونز. هنبتدي بقى نشوف على ايه على الداتا شو الكلام اللي احنا كاتبينه. فالديفينيشن الايونز هو ايه؟ هو بروتين بيبقى ديبوزيت في الاكسترا سيلولار ماتريكس. فين؟ في الوول بتاع البلد فيسل والبيزمنت ممبرين والريتيكيلين فايبرز، دي الاماكن اللي هو بيبقى ديبوزيت فيها. فاحنا هنبص في الاورجنز نشوف فيها فين الاماكن دي هتبقى ايه؟ هيبقى الاميلويد موجود. ماشي؟ زي ما قلنا ان هو بروتين، بس هم لما لقوا ان هو بيدي ايه؟ مع الايديو سلفوريك اسيد وكلر، فقالوا ايه؟ فقالوا ده باين كده ايه؟ ان هو ستارش، وبعدين بعد كده اكتشف ان هو مش ستارش فسموه ايه؟ فقالوا ده يبقى ايلويد. طيب احنا عشان نسبه الاميلويد ممكن نسبقه بالجروس ستين، وممكن نسبقه بالمايكروسكوبيك ستين. فالجروس ستينز ممكن يتسبب في حاجه اسمها لوجنز ايودين. اللوجنز ايودين ده بيصبغ الاميلويد بالطريقه دي، الحته اللي فيها اميلويد تبان لونها ايه؟ بني غامق. ماشي، تبان لونها بني غامق، واللي حواليها هيبقى فين؟ يلو. ماشي، ده ايه؟ ده يعني نوع من انواع صبغات الجراس، ان انا ممكن لما اشوف تشو عايز اشوف فيه اميلويد ولا لا، فبشوف ايه عن طريق ان انا اسبب الليكويدز ايودين او بسبب السلفوريك اسيد ايودين مع يعني مع سلفوريك اسيد. بيدينا ايه؟ بيدينا لون ازرق اللي هو اللون الستارش. شايفين اللون الازرق؟ ماشي، شايفين الحته اللي هي المزرقه دي اللي هي دي اللي دي الاميلويد. تمام، فده ايه؟ يدير ايه؟ الجراس ستيت. طيب الميكروسكوبي تاني الاميلويد برضه بيتسبب بحاجات تبين لنا تعرفنا يعني الاميلويد. فاول حاجه هو بالهيماتوكسين والايوسين بيبان ايه؟ بين ريد هوموجينس بين ريد. اما بنسبقه كونجو ريد بايه؟ بيدينا لون اورنج، واللون الاورنج ده تحت البولاريزنج لاين بيدينا ابل باي ريفرنجنت. ابل جرين باي ريفرنجنت هي دي الدايجنوستيك، يعني لا هو تحت الهيماتوكسين واليوسين دايجنوستيك، ولا لما بنبص عليه تحت اللايت مايكروسكوب هو مسبوق كونجوريت، لانه في حالات ممكن تاخد اللون الاورنج بس ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش امايلويد. ماشي؟ في كمان ميتاكوماتوستينز بس دي مش مهم، يعني اهم حاجه اللي هو الكونجوريت. ده شكل تحت الهيماتوكسين والليوسين. هوموجينس ستراكشر سبينش ماتيريال موجوده فين؟ موجوده في الوول بتاع البلاد فيسلز. طيب ده لما بيسبخها بالايه؟ بالفانجو ريد. ماشي، بقى لونها ايه؟ بقى لونها اورنج. وايه؟ ولو بصينا عليها تحت الايه؟ البولاريزنج لايت هيبقى منظرها الدنيا بتغمق، ونبص نلاقي ايه؟ نلاقي حتت ايه؟ تلمع لونها ايه؟ لونها اخضر فاتح. لما اشوف ده يعني انا الصوره دي لو سبقت الصوره دي ولو سبقت الاميلويد وطلعت الصوره دي ما اقدرش، او يعني سبقت التيشو وطلعت الصوره دي ما اقدرش اقول ان ده 100% من الاميلويد. لازم اقوم عامله ايه؟ دايما بولاريزنج لايت وابص عليها، لازم اشوف النور ده علشان اقول ده ايه؟ ده شور ان هو اميلويد. ماشي؟ يبقى احنا كده معناها ان احنا الاميلويدوزس مش هيتشخص غير بالبايوبسي. يعني احنا ممكن نسسبكت انها اميلويدوزس، بس لازم ناخد بايوبسي، ولازم البايوبسي نعمله بالايه؟ بالكونجو ريد تستين. ممكن نعمل الجراس ستين، بس الاهم ايه؟ الكونجو ريد تستين. في الحالات السيستميك اميلويدوزس لما ببقى سسبكت ان سيستميك اميلويدوزس ممكن اخد الميكوزا بتاعت الريكتم او الجينجر على اساس ان هم دول اسهل حاجه، انما طبعا لو انا متوقعه اميلويدوزس في الرينال، متوقعه اميلويدوزس في الليفر، يبقى انا كده هبقى مضطره ان اخد بايوبسي من الحته دي. طيب هو ليه
بعد كده. يعني احنا المره اللي فاتت قلنا ايه؟ في حاجه اسمها امايلويد لايت وحاجه اسمها امايلويد اسوشيتد ليه كلهم اتسموا امايلويد؟ لان هم لهم نفس الاستراكشر هم مختلفين في الكيميكال استراكشر بس تركيباتهم ورصتهم نفسها نفس الشكل، عشان كده هم بيدوا نفس الشكل تحت الميكروسكوب وبيدوا نفس الرياكشن بالبولاريزنج لايت وبالكونجورنت ستيت. ايه شكلهم؟ كده انها فايبرال بروتينز وايه ومنها نون فايبرال بروتين لايت بروتين بيلزقك. هم بيبقوا عاملين كده متراصصين فايبرال بروتينز متراصصين بطريقه معينه وبينهم ايه وبينهم البيتا كومبوننت دي اللي هي بتلزق الامايلويد مع بعض. طيب الماكروفاجز هي الحقيقه بتلعب دور في ايه؟ في انها تعمل ايه الامايلويد ماتيريال ده، بتدور بتكسر البروتينز فتخليها لي بشكل ايه؟ بشكل الفايبرنس دي، والفايبرنس دي هي اللي بتخليها تدي الرياكشن بتاع الايه؟ بتاع الكونجورنت او كل حتى الرياكشن بتاع الايه؟ بتاع الامايلويدوزس. طيب لو تفتكروا المره اللي فاتت احنا كنا قلنا ان الامايلويدوزس ممكن يبقى سيستميك يعني كل الجسم او يبقى ايه؟ يبقى لوكالايز ماشي؟ والسيستميك قلنا في نوعين كبار قوي ليه؟ وفي حاجات تانية صغيرة. أهم نوعين في الأمايلويدوزس السيستميك اللي هو الإيه؟ البرايمري اللي مش معروف له سبب أو له سبب يعني بس مش الحاجة يعني هو إيه؟ بلازما سيلز هي اللي بتعمل ده. والنوع الثاني اللي هو السكندري أمايلويدوزس. يبقى إحنا عندنا الجنرالايز دي نوعين كبار قوي، البرايمري أمايلويدوزس والسكندري أمايلويدوزس. البرايمري أمايلويدوزس ده اللي هو ايه؟ الامايلويد اللي بيبقى موجود فيه الماتيريال بتبقى امايلويد لايت تشين، ليه؟ لانه ده الاميونوجلوبولينز، ده سكريت البلازما سيلز ماشي؟ امايلويد لايت تشين، البلازما سيلز بتسكريت الاميونوجلوبولينز. طيب ده بيحصل فين؟ بيحصل في حالات المالجنسي بتاع البلازما سيلز. المالجنسي بتاع البلازما سيلز بلازما سايتوما ومالتيبل المايلوما في جروبس كده، في جروب اسمه ايه؟ بلازما سيل ايه؟ نيوبلازمس. مش مهم نحفظ الاسم انما هي بلازما سيل ايه؟ بلازما سيل مالجنسي.
متواجدين في اهم نوعين. اهم نوعين جنرالايزد عندنا البرايمري بيبقى فيه امايلويد لايت طالع مع ايه؟ مع بلازما سيل ايه نيوكليزيا. النوع الثاني امايلويد اسوشيتد وده بيبقى في حالات الكرونيك ديستركتيف ايه ديزيز وده بيبقى نون اميونوجلوبولين. طيب في ليس كومن امايلويد ماتيريال بتبقى موجوده في ايه في برضه في السيستميك امايلويدوزز زي ايه البيتا مايكروجلوبولين والايه الترانسستين او البي امين ماشي دول ايه ليس كومن. طيب في اللوكالايزد امايلويدوزز في اللوكالايزد امايلويدوزز الانواع مش نفس الانواع مش الامايلويد لايت ولا الامايلويد بروكارسينين في حالات المدمر كارسينوما تحت الثيرويد وفي حاجه اسمها اي دي 2 بروتين في السيريبرال امايلويدوزس ماشي ده في اللوكالايز ايه في اللوكالايز ده هنرجع نقولهم تاني برضه نفتكرهم احنا ايه البرايمري امايلويدوزس فيها مين؟ امايلويد جبت ولا ايه؟ فلسه صوتي اي ال ماشي السكندري امايلويدوزس امايلويد اسوشيتد ماشي ايه تاني في السيستمك ممكن يبقى موجود؟ نعم تمام. طيب واللوكالايز طيب في البروكالسيتونين وفي الاي بي 2 بروتين في حالات الايه؟ في حالات السريبرال امايلويدوزس. طيب يبقى السبب يا اهو في الجنرالايز عندنا ايه؟ او الترانسفيرين وفي اللوكالايز البيتا اللوكالسيتونين والاي بي 2 بروتين. ندخل بقى على تايب ده التايبس اوف امايلويد ماتيريال او النيتشر اوف امايلويد ماتيريال ندخل بقى على مين؟ على التايبس اوف امايلويدوزس. هلاقي كلام متكرر خلاص احنا عرفناه احنا قلنا ايه تايبس اوف امايلويدوزس يا سيستمك يا لوكالايز السيستمك يا برايمري يا ايه؟ يا سكندري. السيستمك ده هيأفكت ميني اورجانز وهنا الشخص طبعا هيموت بايه؟ هيموت برينال فيلير هارت فيلير مالاتون مش عارف لانه هيأفكت ديفرنت اورجانز فيأفكت الكدني يحصل له رينال فيلير يأفكت الهارت يحصل له هارت فيلير يأفكت الجسر انتستاينال تراكت يبقى مفيش ابزوربشن للفود فالراجل ده يديله مال ابزوربشن او يأفكت الادرينا اللي يديله اليسنس ديزيز اي حاجه على الاورجن اللي بيبقى افكتد بيتاثر. تايبس جنراليزد امايلويدوزس البرايمري امايلويدوزس اللي هو مع البي سيل او بلازما سيل ديسكريزيس او المالتيبل مايلوما او البلازما سايتوما او البلازما سيل مالجنسي او البلازما سيل نيوبلاست اي حاجه ما تلخبطوش نفسكم يعني اللي تفتكروها المهم هي التيومر المالجنت بتاع البلازما سيلز. ده النوع الامايلويد بيبقى امايلويد لايت سكريتد ايه؟ دي تو ابنورمالتي سيفير فوسايتس والبلازما سيلز. موستلي من افكت الهارت. يعني بيبتدي بالهارت بس ممكن يافكت اذر اورجانز طبعا. ماشي؟ بما فيهم الكدني انما هنا الميجور افكشن بيبقى في الايه؟ بيبقى في الهارت. النوع الثاني اللي هو الرياكتيف او سيستميك امايلويدوزس او سيكندري امايلويدوزس التايب اوف امايلويد هنا بيبقى ايه؟ بيبقى امايلويد اسوشيتد موست كومنلي افكتد اورجانز بتبقى الكدني والليفر والسكين والادرينا الهارت مش ايه؟ مش كومنلي افكتد وهنا عشان كده العيان ده ايه؟ عادة بيعاني من ايه؟ من رينال فيلر. الليفر ما بتبقاش فيها مشكلة قوي لأنه ايه؟ الليفر كبيرة. طيب ايه الكونديشنز اللي ممكن تعمل ده؟ زي ما قلنا لونج ستاندنج ديستركتيف ديزيزز احنا بقى طول ما احنا ماشيين في خلال الفترة القادمة هنلاقي مثلا بناخد تيبركلوزس هقول لكم الكومبليكيشن بتاعت التيبركلوزس ايه؟ سكند مايلودوز. هناخد مش عارفة ندخل بقى على السيستمك وكده فناخد برونكياكتس سكندري
الحاجات دي هناخدها في السيستمك ان شاء الله. الجرانيولوما زيت والكلوزس والاوتو ايميون ايه ديزيز. تمام؟ دول المعايير الكبار بتوع ايه؟ الجنرايز او الجزء ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش الانسان. ماشي؟ ما ينفعش الانسان لان دول هم اهم ايه؟ اهم نوع. في ايه تاني؟ في الهيروديتري او الجوزس يعني مش كومن قوي. ده ممكن يبقى فيها حاجات فيهم يبقى فيها امايلويد اسوشيتد او ترانسدستين. ماشي؟ في ايه؟ في مودرايزنج اسوشيتد وده اللي بيبقى فيه البيتو مايكروجلوبيلين. الناس اللي بيعملوا هيموداياليسيس، الناس اللي عندهم كرونيك رينال فيلير وبيغسلوا بيحصل لهم ايه؟ ممكن يحصل لهم جنرالايز هايبوس. طيب اللوكالايز في سيناي امايلويدوزس وده بيأفكت مين؟ البرين الجراي بطل وبيعمل ايه؟ الزهايمر وديمنشيا. والبايرن بروتين هنا بيبقى الاي بي 2 بروتين او الامايلويد في الاندوكراين تيومرز زي الايه؟ المدلل الكارسينوما اللي بيبقى فيها برو بلاتسكوني. انتوا عارفين المدلل الكارسينوما بتبقى طبعا من ايه؟ من السي سيل. مش فاكرين السي سيل اللي كانت بتطلع الكالسيتونين؟ فهي دي ايه؟ الثيرويد نيوبلازم في اكتر من اكتر من نيوبلازم بيطلع من التيومرز بتاعت الثيرويد. في حاجه اسمها ميدالي الكارسينوما. ميدالي الكارسينوما بتبقى طبعا من السي سيلز لانها طبعا من السي سيلز فبتبتدي تسكريت ايه؟ بروكالسيتونين. والبروكالسيتونين ده بيبقى ايه؟ بيبقى شبه الامايلويد الهيماتيك. ماشي؟ سهل الكلام؟ صعب؟ لا كويس لحد دلوقتي. ماشي؟ طيب نستمرايز. طيب علشان خاطر نبقى ايه بيحصل؟ ما هو نوع من انواع الدستركشن برضه، يعني نوع من انواع الدستركشن ونوع من انواع الديبوزيتس اللي بتتكون في الضغط بيعمل جنرالايز. يعني هي في النهايه الكيمو دايلسيس مش هيبقى افيشنت زي ايه؟ زي النورمال. فبتفضل ماتيريال تترسب والمخروبين بتشتغل عليها وتعمل ماشي؟ طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ سهله قوي يا جماعه والله. صح؟ لو خدناه كده بالراحه من غير ما ندخل في التفاصيل الكلام اللي جوه هنلاقيه سهل. عندنا ايه؟ عندنا وعندنا ايه؟ لوكالايز. تمام؟ الجنرالايز برايمري وسكند. تمام؟ وممكن الفاميليار او الهيريديتري والايه؟ والايمو دايس. اللوكالايز سيناري ومع الاندوكراين تيومرز. سهل جدا. ماشي؟ البرايمري ده مع البلازما سيل مالجنسي بيبقى فيه امايلويد لايت بيأفكت الهارت. صح؟ بيأفكت الديفرنت اورجنز بس ايه؟ بس بيبتدي بالهارت. السكندري ده امايلويد اسوشيتد مع الكرونيك ديستركتيف ديزيزز وبايه؟ وبيأفكت ديفرنت اورجنز منها الايه؟ الكدني. ماشي؟ طيب الفاميليار والهيريديتري. ماشي؟ وبعدين السيناريو في الاي بي 2 بروتين وده اللي هي المدلل الكارسينوما بنعمل ايه؟ بروكالسيتونين. سهلة خالص. ماشي؟ في كل اورجان من دول بيبقى ديبوزيتيف. فين هيبقى ديبوزيتيف؟ في البلاد فيسلز وفي الاكسترا سيلولار ماتريكس وفي البيزمنت ميمبرين. بنصبخها بالميكروسكوب ازاي؟ بالكونتورت ستين. بتديني الفابريك جين بايوفرنجن. بنصبخها جروسلي ازاي؟ بالايه؟ باللوتوز ايودين او بالايودين والسلفوريك اسيد. يا يدينا بني يا يدينا ايه؟ يا يدينا اسيد. قصه سهله يعني مش ايه؟ ان شاء الله مش صعبه. ما تدخلوش يعني اعرفوا البيزك ده.
مش محدش بيطالبكم بكل حرف مكتوب في الكتاب. ماشي؟ المهم الاوتلاين يبقى ايه؟ يبقى معروف. من اللوكالايز قلنا السي 9 والاميلويد ديبوزيت في البرايم تيومرز دي ايديوباثيك. لوكالايز اميلويد ديبوزيت مش معروف سببها بقى خالص. لا هي سببها سي 9 ولا سببها كرونيك ديستركتيف ديزيز ولا سببها اي حاجه. هنا عارفه بيبقى اميلويد ايه؟ لايت. ما حدش عارف ايه؟ ما حدش عارف سببه ايه؟ وحاجات ايه؟ مش كومن. الاورجنز اللي هتبقى افكتد بقى، تعالوا نشوف الاورجنز اللي هتبقى افكتد. الاميلويد، الاورجنز اللي هتبقى افكتد شكلها ايه؟ جروستي ومايكروسكوبي. جروستي هتكبر صح؟ ماشي؟ ليه؟ لان احنا حطينا فيها ايه؟ شمع. فيبقى هتكبر وهيبقى جواها شمع، هتبقى مشمعه. فايه؟ جروسلي هلاقيها كبرت والاميلويد ماتيريال شكلها ايه؟ زي ما قلنا شبه الشمع. شبه الشمع يعني ايه؟ سيمي ترانسلوسنت فيرم كونسستنسي لايت براون واكس. سيمي ترانسلوسنت فيرم كونسستنسي لايت براون واكس. اي اورجان هات جروسلي هيبقى شكله كده. ولو سبقناه بالنوجلز ايوتين يديني بني، ولو سبقناه بالسلفوريك اسيد والايوتين هيديني لون ازرق. ماشي؟ تحت الميكروسكوب هشوف بقى فين البلاد فيسلز وفين البيسمنت ممبرين واقول. ماشي؟ تمام؟ فهنيجي ايه؟ ده ايه؟ ده الكومن لكل الاورجنز. طيب لما اجي على الليفر، لو انا جيت اقول الليفر، الليفر عندنا احنا ايه؟ عندنا اللوبيوز دي صح؟ مش كده؟ وعندنا سنترال فين، وعندنا ايه؟ البيسمنت الممبرين بتاع السايلوسويد. الاميلويد ماتيريال هتبقى ديبوزيت فين؟ البيسمنت الممبرين. والايه؟ والفين والاركس. ماشي؟ فهلاقي اميلويد ماتيريال ديبوزيتد هنا. ماشي؟ يبقى جروسلي هلاقي اللي هو شكلها ايه؟ كبرت واكسي لايت براون فيرم كونسستنسي. والفيرم كونسستنسي ده هيبان لي ايه؟ زي ما شفناها في المتحف بان البوردر شارب والايه؟ والسيرفيس فلات. شفتوه في المتحف ولا لا؟ ماشي؟ طيب هبص بقى ايه؟ هبص الاقي في حته كده هي هنا عددها مش هيبقى ديفيوز، مش كل الليفر هتبقى افكت. فلاقي حته فيها اللون اللي هو الواكسي لايت براون ده، وحته ثانيه هتبقى ليفر تشو عادي لسه فاضله زي ما هي. ده ايه؟ ده لو انا بتكلم على ايه؟ على الليفر. ونشوف السكور بتاعته. وفي كل الاحوال تحت الميكروسكوب الحته دي بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها هوموجينس بينك ماتيريال، ولما بتتسبب بالكونكريت بتديني الامل جرين بايو فريك. ماشي؟ طيب ده ايه؟ ده اللي بقى سوري ده اللي بقى الكني. طيب افتكروا الكني هيبقى فين؟ احنا عندنا الكني فيها ايه؟ الكني فيها الجلوميرولاي. ماشي؟ والكومنز كبسول، وبعدين ايه؟ وبعدين التيوبيولز والافرنت والافرنت ارتيوبيولز. بيبقى ديبوزيتد فين؟ ما هي دي بيزمنت ممبرين، فهيبقى ديبوزيتد في الجلوميرولاي في الافرنت والافرنت ارتيوبيولز وفي البيزمنت ممبرين بتاع ايه؟ بتاع التيوبيولز. ماشي؟ برضه الكيدني هيبقى شكلها ايه؟ هتكبر هتبقى ايه؟ واكسي فيرم كونسستنسي لايت براون الاميلويد ماتيريال سيمي ترانسلوس. ماشي؟ فدي ايه؟ دي الكيدني. والقد والبوردر شارب والقد سيكشن ايه؟ والسيرفيس ده مايكروسكوبيك ديبوزيتيف في الجلوميرولاي تيوبيولز الجلو افرنت ميكرو ارتيوز. اهو يا شباب
بالميموري لاي وادي بلاد فيسلز. فيها ايه؟ فيها الهوموجينس بينكش ماتيريال اللي هي الامايلويد ماتيريال. طيب وده ايه؟ الابل جرين باي انفرنجنت بتاع الكامبو. ماشي، سايكلويد هي بيزنس ويبرين. لا،
ايه ده بالظبط؟ بيقولوا دي شعيري او دي مش عارفه ايه حاجه كده يعني، بس هو شكله كده ما اعرفش ايه دي، ده هتعرف ايه دي ده، بس هو المنظر كده ان هو ديبوزيتس الامايلويد ماتيريال، مش دي رفيع ولكن ايه حاجه ايه حبيبات كده، دي حبيبات. فهو يعني انه الامايلويد ماتيريال ديبوزيتد فين؟ ديبوزيتد في الليسترين، في وايت بالب، عباره عن ايه؟ عباره عن حبيبات. النوع الثاني اللي هو بيبقى ديبوزيتد فين؟ في الساينوسويدز. ماشي؟ طيب ده سموه ساكوستريم لانه هيبقى فوكل، ده سموه ديفيوز لانه في النهايه الوايت بالب مقارنه بالايه؟ بالريد بالب، الوايت بالب اصلا كتير، فلما يبقى ديبوزيتد في الريد بالب هتبقى ايه؟ امايلويد ماتيريال كانها ديفيوز، فسمينا ده ديفيوز وسمينا ده اللي هو فوكل اور ساكوستريم. وفي هذه الحاله مين الاسكرين اللي هيبقى اكبر؟ الديفيوز طبعا. ماشي، الديفيوز هو اللي هيبقى اكبر، ده هيبقى شكله عباره عن ايه؟ عباره عن حبيبات كده، هيبقى ايه؟ هيبقى فيه ديفيوز ابستراكشن وايه؟ ونفس القصه بايه؟ بالواكسي لايت براون سيمي ترانسبيرنت ايه؟ فرد ماتيريال. ماشي، ده السابق، ده اللي هو دي، ده وادي الساجو سكرين مش باين قوي. اه هي ها يعني تحس ان هي في نقط بس يعني هو ده مش كبير قوي، بس ده تحت الميكروسكوب اهو اللي هو ايه الافراكشن اوف ذا سنترال ايه. ماشي، الهارت برضه ممكن يبقى افكتد، الاندوكراين جلاندز زي ما قلنا ممكن الادرينا في حالات الجنرالايزد امايلويدوزس او في اللوكالايزد فين؟ ثايرويد، ثايرويد في حالات الايه؟ الليبيدولايزد. ماشي، ممكن الجسم الساينال تراك تعمل لي التانك، التانك ايه؟ التانك التانك بلس، تانج باللاتيني اسمه جلوسيا، فتانج افكشن والامايلويد لما بيتحط يبقى اسمه ايه؟ اسمه ماكرو جلوسيا، يعني بيكبر. ماشي، اما بيبقى ديبوزيت الامايلويد ماتيريال في الميوكوزا في جسر الاستاينال تراكت يحصل ايه؟ ما يحصلش ابسوربشن، فالعيان ده يجيله مال ايه؟ مال ابسوربشن. وطبعا اذر اوبنز، ده كده الامايلويدوزس. سهل ولا صعب؟ ها؟ قولوا ايه؟ ده بيكون ده الأمايلويدوزس. بعد كده في ايه؟ في الشابتر ده على فكرة مش شبكة الجلسة، ما تقلقوش يعني. بس ايه؟ يعني مهم ان احنا بس نعرف البيزكس، الحاجات اللي احنا ركزنا عليها اعرف يعني، محدش ايه محدش هيدخل معاكم في تفاصيل قوي، انما المهم ان انتوا تبقوا عارفين ايه، عارفين البيزكس. في ميوسين بعد كده يعني احنا شفنا في الاكسترا سيلولار ديفيشن، شفنا الانتلسيفيكيشن وشفنا الاميلويد وشفنا ايه، هنشوف الميوسين. الميوسين او الميكزومتس دي جنريشن، ده اكيميليشن اوف بيكوبولي سكرايل بين الكونكتيف تيشو فايبرز. ماشي، اوكي، الافكت تيشو هيظهر ايه؟ سوف ميلاتينس، والميكروسكوبيكالي هتبقى فيه ستيلين شيب من الكايبال سيلز امبيدد ان الميوسينس ماتريكس. فاكرين احنا كان في ميوسين انترا سيلولار؟ ها؟ لا لا بس انا هنط بس. اطلع، فاكرين كان في ميوسين انترا سيلولار مش كده؟ صح. ها؟ زي الهدارل وزي ايه؟ وزي السيجنتري. ماشي؟ هي ده بقى لما الميزومتس يحصل ميزومتس دي جنريشن او ميوسينس دي جنريشن بره في الاكسترا سيلولار، على اشهر حاجات بيحصل فيها الكونديشن دي في الميزنجايمال تيومر زي اللايو مايوما. اللايو مايوما ده او اللي هو ايه؟
تسيبه. فبيحصل فيه ديجنريشن من ضمن اشهر الحاجات اللي بتحصل فيه اللي هي الميكزومتس ديجنريشن في اللايزايوما. فدي ده منظر الميكزومتس ديجنريشن الراسي ومنظره تحت الايه؟ الميكروسكوب. ان انا بلاقي حته كده لوس ما فيهاش سيلز كتير هايبو سيلولر والسيلز ايه؟ ستيلين. معلش يا دكتور، ايه الاورجن ده اصلا؟ ده ورم، ده الورم الليفي في الرحم. دكتور ده ممكن يصير حاجه بعد كده؟ بطلت تشيله؟ هي بتضطر تشيله عادة؟ لا ما بيقلقش تقريبا، ده نادر جدا 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 المالنا. ده بيسبب، ممكن يسبب بليدنج، ممكن يسبب انفرتيلتي في البنات يعني في السن الصغير. بس فهو بيتشال مش عشان هيقلق المالنا، ولكن بيتشال عشان بيعمل بليدنج او بيعمل ايه؟ او بيعمل يتشال لوحده ولا ممكن يتشال هو والبوترس كله؟ حسب، لو هي طبعا بنت حتى سن صغير وعايزه بيبي وكده فبيتشال لوحده وبتعمل مايكتومي. لو هو طبعا مع السن الكبير شويه يعني قرب المينيبوز عاده ما بتبقاش واحده بس، ما بتبقاش لايكوايوما واحده، بيبقوا مالتيبل، ففي هذه الحاله بتبقى صعب ان هو يشيلهم كلهم، فبيعمل بيشيل هتشوفه كتير جدا منه على فكره، يعني هنعيش هنشوف منه في المتحف وهنشوف سلايد وهنشوف فريش سبيسيمنز، حاجه من الحاجات الاورام الايه البارقه. طيب اخر حاجه في الاكسترا سيلولار ديبوزيشنز اللي هو اليوريك اسيد او اليوريز. ده ايه؟ اليوريك اسيد واليوريز ده زيادتهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها جوت. عارفين الجوت؟ اللي هو النقرس او داء ايه؟ او داء الملوك. ها؟ عشان بيجي من اللحمه؟ يعني هو مش بيجي من اللحمه طبعا، ده يعني حاجه ابنورمال ميتابوليزم، يعني مش اللي بياكل لحمه هو اللي بيجيله. ماشي؟ بس هم مسمينه ايه؟ مسمينه داء الملوك. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل انه بيورين ميتابوليزم بيبقى فيه ديستربنس، فده بيؤدي لانكريز السيرم يوريك اسيد. وبالتالي لما بيزيد السيرم يوريك اسيد بيبتدي تبقى ديبوزيت كريستالز، الكريستالز بتاعت الايه؟ الصوديوم يوريز تبقى ديبوزيت ايه؟ في الديفرنت تيشو، ولما تبقى ديبوزيت في الديفرنت تيشو بيعمل انفلاماتوري رياكشن. هي دي القصه ببساطه. في الاول الانفلاميشن اما تتحط، اول ما تتحط هتعمل لي اكيوت انفلاميشن، وبعدين لما تقعد فتره طويله تعمل كرونيك انفلاميشن. بس يعني هي دي القصه. تمام؟ فايه؟ ايه اللي حصل؟ في ابنورماليتي في البيورين ميتابوليزم، عملت ايه؟ زودت السيرم يوريك اسيد، السيرم يوريك اسيد خلى ايه؟ خلى حصل ديبوزيشن اوف كريستالز اللي هي صوديوم يوريك كريستالز، اول ما بتتحط بتعمل اكيوت انفلاميشن، وبعدين مع الوقت يتحول لايه؟ لكرونيك. طب كرونيك سبيسيفيك ولا نان سبيسيفيك؟ هو كان ايه الفرق؟ فاكرين كان ايه الفرق بين السبيسيفيك والنون سبيسيفيك؟ السبيسيفيك تقريبا بيبقى ليه حاجه بيعرف اعمل دايجنوزس. الكرونيك نون سبيسيفيك ما بعرفش اعمل دايجنوزس، اقول ان هو كرونيك انفلاميشن بس ما اعرفش، اما ابص تحت الميكروسكوب ما اعرفش. هنا انا هشوف اليوريك كريستالز. ماشي؟ فيبقى ده نوع من انواع الايه؟ الكرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. ماشي؟ لان انا هعرف ايه؟ هعرف شخص. طيب الجو ده قلنا ديستربنس البيورين ميتابوليزم. ماشي؟ لو ان هو ايه الجو ممكن يحصل بسببين، يا اما برايمري حاجه هيريديتري انه في ابنورماليتي اصلا في الميتابوليزم بتاع البيورين، فده بيزود اليوريك اسيد وايه؟ ويعمل لي صوديوم يوريك كريستالز اللي تبقى ديبوزيت. فده ايه؟ ده البرايمري اللي احنا مش عارفين ايه؟ ملوش سبب محدد. السكندري بقى، السكندري ده اللي هو ديو تو اكسس نيوكليوبروتين ديستركشن، زي حالات مثلا ايه؟ المالجنسي، كرونيك لوكيميا مثلا. كرونيك لوكيميا احنا هنا اللوكيميا المفروض ان احنا بنعالجها بايه؟ بنعالجها بكيموثيرابي علشان تكسر السيلز. فلما بتكسر السيلز بيزيد الدستركشن اوف نيوكليو بروتين، فنعمل الحاجات اللي هو
بيعلمني سكندري دوت. يبقى البرايمري دوت ده حاجه ايه؟ حاجه كده انهيرتد او حاجه من بدون سبب. السكندري في سبب، ممكن السبب حتى يبقى ايه؟ يبقى ياتروجينيك، لما الدكتور نفسه بيدي علاج بيزود الاستراكشر اوف ذا نيوكلو بروتينز. ماشي؟ يبقى الجوت عباره عن ايه؟ الجوت عباره عن ديستربنس في البيورين ميتابوليزم بيخلي ايه؟ بيخلي السيرام يوريك اسيد يعلى، ويبقى ديبوزيت يعمل لنا ايه؟ صوديوم يوريك كريستالز. اما انه برايمري او سكندري، الاثنين شبه بعض في الايه؟ في كل حاجه غير الايه؟ غير الايديولوجي. طيب باثولوجيكالي هنلاقي ايه؟ اول حاجه السيرام يوريك اسيد هيزيد وتتكون مونو صوديوم يوريك كريستالز، وتبتدي تبقى ديبوزيت في الديفرنت اورجنز. لما تبقى تبتدي في الاول خالص تبقى ديبوزيت زي ما قلنا هتعمل لنا ايه؟ حاجه غريبة بتتحط في الجسم، حاجة غريبة بتتحط في الجسم، الجسم لازم يعمل لها ايه؟ يعمل لها انتراكشن، فتبتدي بأكيوت انفلاميشن، فيحصل أكيوت أرثرايتس. تلاقي ايه؟ تلاقي الراجل ده عادة الدنيا القصة بتبتدي كده، البيك تو تلاقي ايه؟ تلاقي في أرثرايتس، تلاقي انفلامد وراد وحط وسولن ماشي؟ طب تحت الميكروسكوب هلاقي ايه؟ لأنه ده أكيوت هلاقي ده اكيوت اكسودين ونيوتريفيز زي اي اكيوت انفلاميشن. طيب الراجل ده لو ما اتعالجش هندخل ايه؟ هندخل في الايه؟ هندخل في الكرونيك ستيج. الكرونيك ستيج اليوريك كريستالز عماله موجوده، الجسم مش عارف يتخلص منها، فبيحاول يعمل انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن، فبيحصل جرانيولوماتس رياكشن وايه؟ وكرونيك انفلاميشن وفيروزس. وفي هذه الحاله تبتدي ايه؟ ممكن حتى من الانفلاميشن، يعني ايه؟ هو عاده بيتحط عند الجوينتس. الجوينت المفروض عشان تتحرك طبيعي المفروض انها يبقى في الجوينت سبيس. طب لو هو اتحط هنا ابتدى ايه؟ ابتدى يحصل تلزيق بين الايه؟ بين الجوينت سبيس، حصل فايبروزس، ده بنسميه انكيلوزس اوف ذا جوينت. خلاص الجوينت ما بيقدرش ايه؟ ما بيقدرش يتحرك. ماشي؟ بيلزق في بعض. تمام؟ جوينت انكيلوزس يعني ايه؟ يعني فايبروزس خلى الجوينت فقد ايه؟ فقد قدرته على انه ايه؟ على انه يتحرك. احنا الطبيعي عشان اقروها بس في الكتاب او اقروها في اي مكان، يعني ايه جوينت انكيلوزس؟ عارفين ان انا الطبيعي عندي ايه؟ الارتيكيولار كارتريدج، وادي البول والارتيكيولار كارتريدج، وهنا السينوبيا. تمام؟ لما اليوريك كريستالز تبقى ديبوزيت هنا ويحصل انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن وبعدين فايبروزس، تلاقي ايه؟ تلاقي الجوينت ده الارتيكيولار سيرفيسز لزقت في بعض، فالجوينت يفقد ايه؟ يفقد الفانكشن بتاعته، وما يبقاش ايه؟ ما يبقاش متحرك. ده بنسميه اللي هو الجوينت انكيلوزس. ماشي؟ طيب من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل انه يعني انا قلنا اول حاجه انه ايه؟ انه راح على الجوينت وعمل اكيوت انفلاميشن. ماشي؟ وبعدين الاكيوت انفلاميشن تحول لكرونيك. ممكن كمان يقوم عامل لي ايه؟ عامل لي نوديولات، يعمل لي ايه؟ يعمل لي كلكعه. هو الكرونيك انفلاميشن عمال يزيد 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 يزيد، فايه لما يزيد قوي هيبتدي يعمل لي كلكيع. الكلاكيع هنا في هذه الحاله بنسميها توفاي. توفاي ماشي؟ في الجو بنسمي الكلكوعه او النوديوله اللي موجوده دي توفاي. شكلها ايه؟ سمول نوديولار ليجن. طيب تحت الميكروسكوب ايه؟ فيها اليوريك كريستالز وحواليها جرانيولوماتش انفلاميشن وبقى ايه؟ وفايبروزس. ماشي؟ يوريك كريستالز وحواليها كرونيك جرانيولوماتس انفلاميشن وفايبروزس. بتحصل فين؟ بتحصل في الاماكن المتفرقه منها الجوينت ستراكشر والكارتليج والسبكتينيوس تيشو، وممكن تحصل في ايه؟ ده ايه؟ ده الكفار. شايفين المنظر عامل ازاي؟ طبعا ده حاجه ادفانسد ايه؟ ادفانسد توفاي. وتحت الميكروسكوب شكلها كده، شكلها كده امورفس ماتيريال متحوله لجرانيولوماتس ايه؟ انفلاميشن. من ضمن
هو راح على الجوينت وراح في حتة متفرقة وعمل